إلى أي درس وصلنا؟ وصلنا إلى الدرس الثاني والعشرين. تفضل. نعم. لنبدأ معا. قبل البدء إخواني الكرام، كنا تعلمنا في الدرس الماضي الأعداد. نعم. وهذا درس مهم جدا، وهو متعلق بدرس اليوم، وهو الحديث عن الساعة، جوفتاني سوات، الحديث عن أو التعبير عن الوقت في اللغة الفارسية. نعم. إذن سوات كما نلاحظ إخوتي الكرام اختلفت الكتابة فقط، ولكن يعني هي ساعة الكتابة سوات بدل العين حمزة، نذكر بموضوع اللفظ في اللغة الفارسية، العين تصبح معادلة للهمزة في اللغة العربية. نعم. سوات أي الساعة، جوفتاني سوات الحديث عن الساعة. نحن دائما قلنا أنه لا يوجد ألف ولام في ألف ولام للتعريف لا معادل لها في اللغة الفارسية. نعم. سؤال جميل، طرح جميل منك، تذكير جميل. سوات الساعة طبعا هي بفضل جهودك أستاذ محمد، لأن بصراحة لا نعرف شيء عن اللغة الفارسية. نعم، تذكير جميل. سوات بمعنى الساعة. نعم. لأن الاسم بحد ذاته في اللغة الفارسية هو معرف. نعم. ما لم ينكر. سنرى ذلك فيما بعد. كم الساعة؟ ما هو المعادل إخوتي الكلام في اللغة الفارسية؟ أكيد أست يكون، يعني ما تكون الساعة؟ كم تكون الساعة؟ سوات تشند أست، من هنا نستنتج أن تشند بمعنى تعادل كم. كم سوات تشند أست؟ بالطبع لحن السؤال مفروض أن يكون موجود، استفهامي. سوات تشند أست، الجواب كم الساعة في الفارسية؟ سوات تشانداست الساعة الواحدة. نلاحظ هنا الساعة الواحدة. قبل الاستمرار في الدرس نلاحظ أن الساعة كلها أرقام، نذكر بهم: يك، دو، سي، شهار، بنج، شش، هافت، هاشت، نه، ده، يوزده، دوازده. إذن سوات تشانداس، سوات يك است، الساعة تكون واحدة. سوات يك است. نتابع. كم الساعة؟ الساعة الثالثة. نستنتج من هذا سوات تشانداس، إذن سوات سي است، الساعة الثالثة. سوات سي است. إذن نستنتج من كل ما مضى أنا نستعمل الأرقام كما هي، يسبقها كلمة سوات وتنتهي بأس. سهلة جدا يعني. سهلة جدا. نتابع. كم الساعة؟ الساعة الثامنة. ما معنى كلمة الثامنة في الفارسية؟ هاشت. سوات تشانداست، سوات هاشتاست. سوات هاشتاست. سوات هاشتاست. إذن نلاحظ أن الساعة هي الثامنة تماما. نعم. الساعة الثامنة تماما. نتابع. الآن كيف نقول وخمس دقائق؟ السابعة وخمس دقائق، الثامنة وخمس دقائق، العاشرة وخمس دقائق. فتنا بالتفاصيل أكثر. في التفاصيل. إذن من هذه، من رقم واحد إلى رقم خمسة، هو نعبر عنهم ب، نضيف واو في اللغة العربية. في اللغة الفارسية أيضا نضيف الواو. كم الساعة؟ سوات تشانداست، الساعة السابعة وخمس دقائق. لنرى. سوات السابعة هافت، فا بنج، بنج دقيقة است، دقيقة نفسها، دقيقة ساعة نفسها، السابعة وخمس دقائق. سوات هافتو بنج. نلاحظ هنا هافت فا أو هافتو بنج، تصبح هنا أو أفضل للفظ، فا مش خطأ ولكن هاف تو بانش دقيقة است، إذن الساعة السابعة وخمس دقائق. نعم. كم الساعة؟ الساعة التاسعة وخمس دقائق. نقول الجملة سويا. سوات تاسعة نو، خمس دقائق بانش دقيقة، إذن سوات نو بانش دقيقة است، الساعة التاسعة وخمس دقائق. نعم. كم الساعة؟ سوات تشانداست، الساعة التاسعة وعشر دقائق. نفس التفصيل. سوات دهو، سوات سوري
ساعات نهو ده دقيقه است. التاسعه وعشر دقائق. نعم التاسعه وعشر دقائق نتابع. ساعات چند است؟ ساعات نهو ده دقيقه است. نعم نعم. الان الربع. كم الساعة؟ الساعة العاشرة. كم الساعة؟ الساعة العاشرة والربع. كيف نقول ذلك في الفارسية؟ لنرى. ساعات دهو ربع. الربع هو ربع في الفارسية. ساعات دهو ربع. عشرة ده ربع هو الربع أي 15 دقيقة. نعم. نتابع. نصف. كم الساعة؟ الساعة العاشرة والنصف. إذا اتفقنا أن ربع هي ربع. اختلف اللفظ فقط. ولكن العاشرة والنصف. العاشرة والنصف. ساعات تشانداس ساعات دهو نيم. نستنتج أن نيم هي كلمة نصف. دهو نيم. ساعات دهو نيم. إذا دققنا أكثر أستاذ محمد تكون الساعة هي نفسها ودقيقة نفسها والربع نفسها ولكن إضافة الأرقام. اختلفنا الآن في النصف. النصف وهي نيم. نعم. نعم. كم الساعة بالفارسية؟ ساعات شانداست. الساعة الحادية عشرة إلا ثلث أي إلا عشرين دقيقة. بهذا الشكل. إذا الحادية عشرة أي يازده رابع 11. إلا ثلث أصبحنا هنا يعني في هذه المنطقة. نعم. إلا عشرين دقيقة. نتابع كيف نقولها بالفارسية. ساعات يختلف هنا أخوتي الكرام. يختلف الموضوع هنا. نستعمل ب لماذا؟ بيست بيوزدا. لنلاحظ هنا كم يتبقى من الوقت حتى تصبح ساعة حادية عشرة؟ ثلث ساعة. 20 دقيقة. نعم. نقول نضع العشرين في الأول بيست. ونقول ب ونقول يوزدا. بيست أي يتبقى. إذا أردت ترجمتها إلى العربية نقول يتبقى 20 دقيقة للحادية عشرة. ب يعني هي ليل؟ نعم إلى الحادية عشرة. نعم. 20 إلى يتبقى 20 دقيقة إلى الحادية عشرة. نعم. ساعات بيست بيوزدا. قدمناها إذا. نعم هنا قدمناها. كم الساعة؟ ساعات شانداست. الساعة الحادية عشرة إلا ربع. ربع 15 دقيقة. إذا يتبقى 15 دقيقة حتى تصبح الساعة الحادية عشرة صحيح؟ صح. إذا كيف نقول ذلك؟ نستخدم ب. كيف نقول ذلك بالفارسية؟ ساعات يك ربع. ساعات يك ربع أي ربع. إلى الحادية عشرة. يك ربع بيوزدا أست. ربع واحد. ربع واحد بالتحديد. بالتحديد نعم. ساعات يك ربع بيوزدا. نعم. طيب. عندي هون ساعة، ساعة ثانية، عندي فا، فا، بي. لنقارن. ساعات هنا كم الساعة هنا؟ عشرة وخمس دقائق. ساعات دهو بانش أست. بانش دقيقة هنا يعني. بانش دقيقة است. طيب عندي هنا عشرة إلا خمسة. ساعات بانش بده است. بانش دقيقة بأست. نلاحظ الفرق بين الجملتين. بين و و ب. إلا نعم. إذا يعني المقطع الثاني نقدم الدقائق على الساعة. نقدم الدقائق على الساعة. نعم. ونضع به. وما هو المفهوم؟ يتبقى عشرون دقيقة. يتبقى ربع ساعة. نعم.